بأعلى رصيد. المركز الأول يا أحبة برصيد 730 نقطة. المركز الأول برصيد 730 نقطة عبد الله العساف. استاهل يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مبروك مبروك. الحمد لله الحمد لله. جايين لك جايين لك يا ترى. استاهل. طيب عشان الوقت بس استاهل بعد عشان الوقت بس نجي العساف. الحمد لله الحمد لله. تستاهل الخير. سهل الطيب. طيب اعطوني المركز الثاني واعطوني الرصيد. المركز الثاني برصيد 680. المركز الثاني برصيد 680 ذيب آل مبارك. سهل الطيب. طيب بس عشان الوقت الوقت يا احباب واحد الوقت غاليين. طيب تستريحون بس يا شباب. الحين باقي معنا أربعة. واحد منهم سوف يعود وثلاثة سوف يخوضون هذا الغمار ومن بينهم حيكون واحد يودعنا لهالليلة بكل حب وبكل شوق أكيد ونتمنى لها النجاح. القرار بيكون هنا قرار واحد ما راح نخرج برا الهنجر. الاختيار حيكون هنا واللي بيودعنا حيكون من هالمكان نعلنه. فلذلك الآن بنقول ثالث أعلى رصيد برصيد 520 نقطة اللي هو ساير نهار. استاهل استاهل. طيب استاهل ساير استاهل. تعال 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 احسن قبلك. المتوفين طبعا. استاهل استاهل. تستاهلون يا شباب وعسى الله يكتب لكم اللي فيه الخير. الشباب الباقيين